بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة أو أول حلقة للصف الثالث الابتدائي، منهج جديد، وهنتكلم عن منهج كونكت. هنتكلم أول حاجة عن يونت 1، ويونت 1 بعنوان Feelings. Feelings يعني المشاعر. هنتكلم فيها إزاي نعبر عن المشاعر، وإزاي نسأل عن شعور أي حد، إيه هو شعورك أو غير ذلك. أول حاجة مثلا أنا عايزة أعبر عن حد اللي هو سعيد أو مبسوط. هنا شايفين مثلا ده، هنا ده مبسوط أو سعيد، فبنبتدي نقول إيه؟ happy 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 happy. unhappy غير سعيد. غير سعيد دي مش معناها اللي هو زعلان، لا، أو معناها اللي هو حزين، هو مش مبسوط ولا حزين، يعني دي وسط بين happy و sad. sad ده بقى حزين، حد متضايق، حد مبسوط جدا وفرحان جدا والابتسامة ملياه اسمه ايه؟ excited. excited، وباخد هنا الاموشن دي او الفيس اللي انا رسميهم بيعبر للأولاد اكتر. happy happy، وشايفين هو smile بيبتسم. وكمان معايا unhappy. unhappy الماوس في زي بعض، فهو ولا فرحان ولا حزين. وكمان معايا sad. sad ابتدى اللي هو يبقى زعلان خالص. angry angry غضبان، غاضب او متضايق، في حاجة مضايقاه فبقى angry angry angry. excited مبسوط جدا او سعيد جدا. excited. hungry جائع، حد بيكون جعان، وانا رسمت البليت وفي الرايس، فهنا hungry hungry. طب لو عطشان وعايز يشرب هيبقى ايه؟ thirsty thirsty. نقولهم تاني مع بعض: happy happy, tired tired, thirsty, unhappy unhappy, angry angry angry, sad sad sad, hungry hungry. خلي بالكو هنا hungry hungry h u غير angry، لكن يعني اخر كم حرف كده، اخر 3 letters شبه بعض. hungry جعان او جائع، لكن angry غضبان. excited excited سعيد جدا او مسرور جدا. sad حزين. طيب ازاي انا اعبر، كيف اعبر عن احساسي او ما اشعر بيه؟ انا عايز اعبر عن احساسي او الشعور اللي انا بشعر بيه. هبتدي اللي انا اشرحها مثلا، فهبتدي اقول ايه؟ I am انا اكون، وبعدين على طول اجيب الصفة adjectives يعني الصفة. لو انا مبسوط او سعيد فهقول I am happy انا سعيد. I am happy. طب انا زعلان I am sad. I am sad. عايز اوصفه هو he is، وطبعا he لانها بتاخد is، he is هو يكون مثلا ممكن نقول عليه angry angry، هو يكون غضبان، في حاجة مضايقاه ومتضايق جدا، فهو ايه؟ he is angry. لو هي she is ممكن نجيب مثلا tired، هي حاسة بالخمول او بالألم او بالإرهاق او بالتعب، فبنقول he is tired he is tired. يبقى عرفت ازاي اعبر عن احساسي انا او ما اشعر بيه. ازاي اسأل عن الاحساس؟ ازاي بقى اسأل؟ يعني انا عايز اسأل حد مثلا بما تشعر، او انت حاسس بايه، او كيف تشعر. عايز اسأل حد عن شعوره، هقول له ايه؟ هقول له how do you feel، لان feel معناها يشعر. هنا بقول له how do you feel، بماذا أنت تشعر. how do you feel how do you feel how do you feel، بماذا أنت. والإجابة هتكون زي ما أخدناها دلوقتي بالضبط، اللي أنا بعبر عن شعوري وقلت هقول إيه. طالما في you هتنزل I، هقول مثلا I am، وابتدي أقول عن شعوري I am happy أنا سعيد. I am sad أنا حزين. I am excited أنا مبسوط جدا. I am angry I am hungry I am thirsty. فابتدي أقول عن الشعور اللي أنا حاسس بيه على طول. طب لو أنا عايزة أعبر عن الشعور ده عن هو أو هي،
هي أو شي خليها قاعدة ثابتة معانا، هي أو شي في البريزنت سيمبل أو في المضارع هتحط لها إيه أو أي اسم مفرد، هي أو شي أو إت هيتحط للفيرب إس. يعني خليها كده لأن هي لها شرح مطول، بس إحنا هنقول إس أو فيلز فيلز فيل فيلز. فهنا بقول هنا إيه، هو يشعر هي feels، وهبتدي أعديكم مثلا for example عشان أولادنا يستفيدوا. he feels he feels happy. شايفين أنا عملت إيه؟ لما كان معايا I، لما كان معايا I حطيت feels بس، لكن مع he وshe وit هضيف S هتبقى feels، هو يشعر بالسعادة. لو جبت she دلوقتي هقول she feels برضو، she feels، هنقول مثلا اللي هي تشعر بالجوع she feels hungry، she feels hungry. هنا برضو مع she حطيت letter S في الآخر عشان يعبر، مع هي وشي وإيد بين ال ending verb بيبقى S S. خلاص كده، كده يبقى يعني اكتر حاجة او نوع الجرامر، والجرامر بسيط جدا. هنا في كلمات بقى علينا وفي conversation، نقرأ الconversation مع بعض. الconversation بتاعتنا I feel happy، I feel happy today، انا اشعر بالسعادة اليوم. How do you feel؟ ايه السؤال اللي احنا لسه بنتكلم عليه، How do you feel؟ بماذا انت تشعر يا هنا؟ بتسأل هنا بتقول لها طب وانت حاسة بايه؟ راحت قالت لها I feel excited، أنا مبسوطة جدا وسعيدة جدا. Daddy is coming home soon، بابايا سوف يأتي للبيت قريبا. أهي coming home، يأتي أو يعود أو يرجع للمنزل، soon قريبا. How do you feel يوسف، وانت حاسس بإيه يا يوسف؟ It's hot، الجو حر. I feel thirsty، أنا بدل حران هشعر بالإيه، بالعطش. me too، وانا ايضا. me too معناها انا ايضا. me too and I feel hungry، وانا كمان وحاسس بالجوع. let's go to the kitchen، لا بقى تعالى كده احنا نروح الكيتشن، نروح المطبخ. to have something to eat، عشان نتناول اي حاجة نأكلها من المطبخ. وخلاص احنا خدنا كده الجرامر اللي كان علينا هنا، فاضل بس بعض الكلمات اللي احنا يجب اللي احنا نحفظها. يشعر يشعر feel يشعر، دي كلمات لازم الطفل أو الطفلة أو الطالب والطالبة لازم يكونوا حافظينهم. فهنقول إيه، feel 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 يشعر، غير طبعا الصفات طبعا واجب اللي احنا نحفظها جدا، لكن كمان علينا feel يشعر، find find يجد، find يجد، kind عطوف، kind عطوف، kind kind kind. طب لو هيذهب للكيتشن هيتناول ايه؟ ساندويتشز ساندويتشز. عصير جوس جوس جوس. طب لو عايز اقول اللي هو بيعمل ساندويتش هنقول make ساندويتش، make يصنع او يفعل او يعمل. يبقى نقولهم تاني، feel feel يشعر، find يجد، kind عطوف، sandwich sandwich، juice عصير، make. ياريت نكرر الكلمات دي كتير ونعرف الاكسنت بتاعها السليم. feel find kind sandwich juice make. وكمان نشوف الصفات او الادجكتيفز، الفيلينج اللي بتعبر عن الفيلينج بتاعتنا، happy tired thirsty hungry sad angry unhappy excited. وبكده يكون خلصنا اول ليسون، وانا مش حابه ان انا اطول عليكم فيه، وحابه باذن الله كل الطلبه والطالبات يكونوا مستفادين. ولو عجبكم الفيديو لايك اسفل الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.